رح نبلش أولى محطة واليوم مع الفقرة الطبية، ويمكن حكينا بالعناوين رشا وقلنا أنه كتير أوقات بنسمع عن دعامة القلب أو مثل ما بيسموها دعامة شرايين القلب. من المعروف أنه مع التقدم بالعمر ونتيجة للعديد من المسببات المتعلقة بنمط الحياة الغير صحي أو بأزمات نفسية ممكن يمر فيها الأشخاص، بكتير من الأوقات ترخي بثقلها على صحة القلب لتبدأ مشكلة التضييق الشرياني أو الانسداد، وهون لازم يكون أكيد الحل الطبي. خلينا نحكي أكثر عن هاي الحلول وأبرز مخاطرها وإيمت ممكن نلجأ إلى وغيرها من التفاصيل اللي حيطلعنا عليهنا بالاستوديو الدكتور أحمد العايد، استشاري في أمراض القلب والقسطرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكراً لكم. صباح الخير دكتور، صباح النور. شكراً لكم، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. دائماً الموضوع الطبي بموضوع وخاصة بأمراض القلب بيكون حساس عند كثير من الناس، وعم بيعمل فوبيا عند ناس كثير حتى لو كانت المشكله كثير بسيطه او عارضيه. فبس ذكرت لهم انه المشكله قلبيه عم تروح افكارهم واوهامهم لقصص كثيره. اليوم ضمن الفقره هيك حنخصص لنحكي شوي عن شو هي دعامات القلب الشرايين وايمت نحن ممكن نكون بحاجه لها. هو الحقيقه ما هون حق الناس تخاف من امراض القلب، لانه أعلى نسبة وفيات حول العالم هي ناتج عن أمراض القلب. صح. القاتل رقم واحد تقريبا. طبعا وأغلب اللي بيموتوا بأمراض قلب هي ناتج عن تضيقات بشرايين القلب. شرايين القلب نتيجة عوامل مختلفة تصاب بتضيق أو انسداد، قد يكون هذا الانسداد تام. هذا الانسداد بيؤدي إلى نقص تروية العضلة القلبية بالدم. سابقا كان الحل الوحيد هو إجراء جراحة لما يكون في انسداد بشريان، فالحل انه نعرضه لعمليه قلب مفتوح بسموها، يعني مجازات اكليه لتقليل الرد على المريض، لتقليل حجم العمليه. تم اختراع جهاز صغير اسمه الدعامه القلبيه او الستنت او الشبكه، معروفه عنا باسم الشبكات القلبيه. الشبكات هي عباره عن اسطوانه صغيره، جداره شبكي الشكل، شبكي الشكل، من هون اجت كلمة شبكة. هي اسطوانة مفرغة محمولة بتكون على بالون، يتم ايصالها الى مكان تضيق الشريان عن طريق القسطرة القلبية. عن طريق القسطرة هي الدخول بقسطار عن طريق الشريان، سواء من الايد شريك عبري او من الفخذ، عن طريق هالمأخذ. هذا عبارة عن ثقب صغير تخدير موضعي، يتم ادخال القسطار اللي هو انبوب رفيع إلى شريان القلب المصاب بالتضيق. عن طريق هالقسطار يتم إدخال الجهاز الصغير اللي معناه الشبكة، ونفخ هذه الشبكة بمكان وجود تضيق الشريان. هذا بيؤدي لفتح الشريان وإعادة تدفق الدم بشكل طبيعي. طيب دكتور، في كثير أسئلة تسبق هاي العملية. نعم. وهي التحضير، مثل ما بنعرف أي عمل جراحي وحتى وكان قسطرة فهو يخضع لكثير تساؤلات. ما هو السن المناسب؟ هل في سن معين تخضعون أو يخضع المريض لمثل هذا النوع من العمليات ولا لا ما العلاقة؟ هي حالة القلب هي اللي بتحدد. وعادة هل كبر السن بنلاقي عندهم أكثر هي الإصابة والحاجة لدعامات شرايين قلب، ولا في حالات لا عند عمر صغير؟ الحقيقة سابقا كان هذا المرض تقريبا محصور بكبار السن، لكن نتيجة نمط الحياة الحديث من توتر وانفعال ونمط أكل غير صحي والتدخين والأرجيلة اللي انتشرت بشكل كتير كبير خاصة بمجتمعاتنا، فالأعمار صارت أصغر وأقل. يعني هلأ في شباب بالعشرينات عم نركب لهم دعامات للقلب. للأسف طبعا شيء مؤسف يعني هذا الأمر، بس هذا الواقع اللي صار. صحيح. فهو بتصير بأي عمر، كمبدأ بتصير بأي عمر حسب وجود المشكلة داخل الشرايين. العمر مو عبرة بهذا الموضوع. صحيح كانت هي غالبا مرضانا متقدمين بالعمر، لكن الآن لا، مو هيك الموضوع، يعني منتشر بكل الأعمار.
أكيد سلمى دكتور، الظروف اللي عم نعيشها هلأ، ضغط التوتر عسر، وخاصة عم شوف نوبات عند الشباب وحالات وفاة كتير بسبب هيك جلطات نوبات قلبية عم تكون مفاجئة لإلون. يعني قبل ما نروح لنحكي عن الأسباب، إيمت الشخص بيكون بحاجة أنه اليوم يركب شبكات قلبية؟ صرنا نشوف آخر شيء أنه الأطباء راحوا لموضوع يعملوا القسطرة عن طريق اليد، نعرف ليش، أو شيء كانت أول شيء من طريق الرجل يعني يدخلوه عن طريق شريان، حالات كتير بلشت بعدها أنه لا عن طريق اليد. الحقيقة ما زالت عن طريق الشريان الفخذي أو بالرجل هي الأكثر. اليد بتصير طبعا عم نشتغلها كتير، لكن هي إلى مواد الخاصة، هي ناحية كتير مهمة، ممكن تكون كلفتها شوي أعلى. إذا بدنا نستخدم المواد اللي هي مخصصة لشريان كعبري بتيجي شوي المواد شوي أغلى. شو الفرق بيناتهم حكيم؟ يعني ما في فرق الحقيقة، هو الغاية من القسطرة الدخول من أي شريان للوصول إلى القلب بالنهاية. تمام. إدخال هالقسطار اللي هو عبارة عن أنبوب رفيع بلاستيكي، يعني إدخاله عن طريق الشريان الكعبري، أو سابقا كنا حتى العضدي، هلا قل كتير العضدي من المرفق، أو الفخذي، تدخل فيه إلى الوصول إلى شرايين القلب. أول شيء الغاية هي تشخيصية، ثانيا هي علاجية. فأولا بدنا نشوف وين مكان التضيق أو الانسداد. طبعا مو كل نقص تروية يستوجب زرع شبكة، هي ناحية كتير مهمة الحقيقة، لأنه في تضيقات بالشرايين في عال الجانبية الصغيرة الشعرية، هي لا تستوجب زرع الشبكات. هي علاجة بالأدوية. كنت عم بسألك بالبداية، ويمكن حكينا بمقدمة الحلقة أنه مو كل مشاكل تعالج بالدعامات القلبية، كل مشاكل القلبية. خلينا نقول إمتى نحن بنلجأ لهذا الحل الجراحي، وهل له مخاطر؟ يعني كثير بنسمع عن أنه الأشخاص بيخافوا من الدعامة القلبية، بيقولوا لها مخاطر، عوامل خطورة. خلينا نعرف المعلومة الحقيقية. تمام. من حضرتك. أولا بدي يكون شريان رئيسي مغذي ومروي لقسم هام من عضلة القلب. الشرايين دائما هي بتبدأ بشريان رئيس، بتفرع لفرعين كبار، كل فرع من هالفرعين بتفرع لفرعين أصغر، بتضل سلسلة تفرعات لنوصل لألاف الشرايين الشعرية الحقيقة للقلب. فالشرايين اللي بتتوسع هي الشرايين اللي قطرة 2 ميلي وما فوق، أقل من هيك ما أصلا ما في شبكات بقياسات أقل من هالقطر هذا. لذلك هي مو كل، أكيد مو كل شريان مصاب بتضيق يتم تركيب شبكة له. فهون تقدير طبي، طبيب بده يقدر هذا الموضوع الحقيقة. أولا من حيث قطر الشريان، طبعا ممكن حتى بالأجهزة، أجهزة القسطرة الحديثة هي بتعطينا بدقة قطر الشريان ونسبة التضيق وطول الإصابة، نأخذ معلومات كافية من خلال الأجهزة. بده يقدر طبيب انه الشبكه رح تكون مفيده او لا بهيك حاله. طبعا مو كل تضيق مثل ما قلنا يستوجب زرع شبكه، بده يكون قطر الشريان 2 ملي فما فوق ومروي لقسم هام من عضله القلب. دكتور، بعد ما الطبيب يخضع لعمليه تركيب الشبكات، في عمر محدد للشبكات انه تضل موجوده داخل الجسم، او المريض ايمت لازم المفروض يشيك على الوضع العام عند الطبيب؟ الحقيقه نحن لما نحط الشبكه داخل الشريان بمكان الاصابه، الشبكه فتحت الشريان. تمام. فتامن تدفق الدم. في ظاهره بتصير اللي هي تبطين الشبكه. يعني كيف؟ الجسم بيركب على هالشبكة طبقة خلايا بطانية، بطنة، يعني الشبكة صارت بطانة للشريان. بعد فترة الجسم ببطن هالشبكة. فمثلا لو قدر إلنا أنه نفوت داخل الشريان مكان ما نحطت الشبكة من الداخل، ما رح نشوف الشبكة لأنه صارت ضمن جدار الشريان. صح. بالتالي بدي نوصل له، هي ما لها عمر معين، هي حسب عوامل الخطورة. ممكن الشبكة تسكر في حال استمرت عوامل الخطورة الأساسية اللي أدت لتسكير الشريان الأساسي. ليش سكر الشريان؟ بده يكون مريض ضغط، مريض سكري، كوليسترول أو شحوم، أو مدخن مثلا. وراثيا حكيم، ناحية الوراثية بتلعب دور. سكر الشريان نتيجة العوامل. فإذا استمرت هالعوامل ولم تعالج، فراح ممكن ترجع الشبكة تسكر مرة تانية. هلأ الحقيقة عم نشوف نحن مرضى
اجرينا لهم عمليات توسيع وزرع شبكات من 20 سنة، وعملنا لهم قسطرة من فترة قريبة وكانت الشرايين تبعهم سالكة، الشبكات سالكة وجيدة وما في أي تضييق ولا في أي مشكلة. بيرجع دكتور هذا الموضوع لنمط الحياة كتير بيأثر. تماما اليوم أي شخص بيخضع لعمل جراحي وخصوصا بالقلب لازم يتغير نمط حياته. صحيح. تغيير جذري. صحيح. مو معقول يكون مريض قلب وارجع دخن أو أكل أكل فيه دسم زيادة ممكن يساعد. صحيح. وهون خلينا نحكي لو سمحت عن هاي التفاصيل. هذا موضوع جدا هام الحقيقة، أنه بظن المريض اللي بيعمل عملية قلب مثلا قلب مفتوح بيحط شرايين جديدة خلص أو شبكات أو بيركب شبكات مثلا بيقول خلاص أنا رجعت طبيعي فيني أعمل اللي بدي إياه. هذا بعيد عن الحقيقة جدا الحقيقة، لأنه شرايين اللي بتتركب بالعملية الجراحية أو الشبكات خلينا نقول هي حساسة لعوامل الخطورة خاصة الدخان مثل الشرايين الأساسية وأكثر كمان، يعني هي استمرار عوامل الخطورة سيؤدي حتما إلى تسكير هالشرايين. ناحية كتير مهمة تانية، في ناس كمان بيهملوا الأدوية، الأدوية هامة جدا، الأدوية هي اللي بتحافظ على الشبكات، في مميعات ممكن نستخدمها لحما يصير تخسرات داخل الشبكة، في أدوية للكوليسترول والشحوم مثلا مشان ما يصير تضيقات أو ترسبات داخل الشرايين، هي يجب الاستمرار فيها. في ناس ممكن تلجأ لإيقاف مثلا الأدوية الخافضة للضغط أو أدوية السكر أو إلى آخره، يعني منكون رجع. كمان ناحية مهمة جدا، الشبكة بتنحط بمكان ما داخل الشريان. طيب السؤال، هل بقية الأماكن من الشريان نفسه محصنة من التضيق؟ ما ممكن يصير فيها تضيق أيضا. طيب حطيناها بالشريان، شريان تاني ما ممكن كمان يصاب بالتضيق؟ صحيح. كمان ممكن يصاب بالتضيق. فنحن لما مريض نزرع له شبكة أو نركب له شبكة، مهمنا الوحيد هو موضوع أنه والله نحافظ على الشبكة، بدنا نحافظ على كل التروية القلبية، نحافظ على كل الشرايين، الشريان اللي تركبت فيه الشبكة بدنا نحافظ عليه، نحافظ على الشبكة ونحافظ على بقية الريان وكذلك بقية الشرايين. تمام دكتور، في معلومة اليوم بدنا ناخذ صحتها منك بشكل مباشر، انه كل الصبايا والشباب الاشخاص بعد سن الأربعين سنة مفروض يبلش ياخذوا المميعات الاسبرين 81 اللي هو حسب الحالة، او حتى ما كان معه شيء انه مفروض يبلش ياخذ المميعات كرمال ما يتعرض لجلطات اللي بتيجي فجأة، فشو صحة هاي المعلومة؟ لا طبعا هي بطلت، هاي المعلومة اصبحت باطلة الان غير صحيحة، تخلينا عن الناس لهلا عم تاخذون يعني لا يؤخذ الأسبرين لعلاج مرض فقط، إذا أخذنا بدون مرض ممكن يكون مؤذي وضار أكثر بكثير ما يكون نافع. صحيح. ومفيد الحقيقة بعد الأربعين مهم الإنسان يعدل من نمط حياته، ابن العشرين كان يأكل بطريقة معينة غير ابن الثلاثين غير ابن الأربعين، ايضا بده يركز الانسان لما يوصل لمرحله معينه من العمر غير نمط الاكل اللي لازم يكون صحي اكثر، يصير يمارس تمارين الرياضيه بشكل منتظم اكثر. معلومه كثير مهمه، الكتله العضليه عند الانسان تنقص 1% سنويا بعد ال 35 سنه، 1% تنقص، فهالنقص لا يمكن تفاديه الا عن طريق ممارسه منتظمه للرياضه، خاصه الرياضه هي بتساعد على ايضا تخفيض الكوليسترول والشحوم والسكر وبتخفض الضغط، فهي الحقيقه مهمه جدا، اهم من تناول الاسبرين او ادويه وقائيه. الاسبرين لا يؤخذ او المميعات او اي ادويه الا بوصفه طبيه، لا يوجد دواء واقي وقايه اوليه بنسميها قبل ما تصير مشكله الا هو نمط الحياه الصحي والابتعاد عن العوامل المؤذيه اللي ذكرناها وخاصة الدخان والأرجيلة. أكيد دكتور، قبل ما نختم أيضا حديثنا سؤال على السريع، نحن في زمن الكورونا دائما يكثر الأسئلة، هل من الممكن للي مركبين شبكات أو بدهم يعملوا قسطرة أنه بيأثر شيء اللقاح عليهم لمرضى القلب؟ دائما هذا السؤال مع كل طبيب واختصاصه بنسأله. صحيح، هذا كثير بتوجه لنا هالسؤال، لا يوجد حالة قلبية تمنع من أخذ لقاح كورونا إلا التهاب العضلة القلبية بالمرحلة الحادة فقط لا غير، إذا في حالة التهابية كأي التهاب ما فيها إيه، حتى زملائنا اللي عم يشتغلوا بالمراكز بيتأكدوا أنه ما في حالة التهابية قبل ما يعطوا اللقاح، غير هيك ما في أي شيء، سواء كانوا عاملين عمليات قلب
أو مرضى قلب أو مرضى ضغط، كل هدول الناس بياخذوا اللقاح بأمان. كمان في شيء ثاني، نوعية اللقاح هي بننسأل عنها، إنه شو اللقاح الأنسب لمرضى القلب؟ الحقيقة ما في لقاح هو أنسب لمرضى القلب، أي لقاح ممكن يكون مناسب. اعتبارات تانية اللي بده يسافر أو غير، هاي موضوع آخر. طبيا ما في شيء خاص للموضوع. دكتور أحمد العايد، يعني الموسوعة الطبية القلبية خاصة فهي بحر من المعلومات. اليوم نتشكرك على كل المعلومات طرحتها ضمن الفقرة، وأكيد إنه وقفات تانية بصباحات تانية. صباح الخير لك عن جديد. شكرا لكم. أهلا وسهلا، نورت صباحنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. أما هلأ فصار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للأطلاع على آخر المستجدات.